السيد الرئيس باش نرجعوا للقاعه نفدينا واحد شويه واش درنا، ولكن شي لاخر ما درتي معنا فيه والو. الله يسلمك يعني غير الله القاعه ديالنا باش نديرو ندوزو لهاد البركه اللي كنسيرو بها هاد المدينه. وفي الحقيقة أنا كنت رئيس وسيء صوت ضدها، لأن لا يعقل باش تكون عندنا هاد الجريات هادي في هاد المدينة حنا باش نسيرو هاد المدينة كاملة بالمشاكل اللي فيها وبالمصائب اللي فيها وبغينا نصلحوها حنا ساكتين. يعني حنا كنجلس في واحد وقتين ديال الناس مسطولين مدة 6 سنين ما بديناش نقنعو المصالح العليا واللي كتقول لي هذا اختصاص ونفهموها بان راه خاصنا الفلوس باش نسيرو كما دار مع مدن اخرى. نظن السيد الرئيس راه حنا كاملين مسؤولين على القضيه باش نجي باش نجي نداوي نقزمو في المقسم نقزم في المقسم من بعد ذلك نبدا نقول واش عندنا الفلوس صالحه لينا وصيرناها في البلاصه اللي خصها تصير فيها ولا ما صيرناهاش في البلاصه اللي خصها تصير فيها. راه هذا هو كاين ما يتصير بعدا اللي نبداو نفكروا واش نصير راه كاين ما يتصير هذا واقع خصنا شكون اللي يعرفوا راه كاين ما يتصير باش مدينه فيها 300,000 ديال الناس وزياده كتسير ب 220 مليون ديال الدرهم. راه كنظن بان جاتها 20 مليون ديال الدرهم 20 درهم للراس راه في العام راه شويه راه ماشي معقول. هذا من جانب خصنا ناخذوا هذا الجانب اللي نرجعوا دابا لبعض الابواب. وانا ساكون ناصحا للسيد الرئيس وهذه مهمتي لان المستشار مهمته الاستشاره. نبدا بن لوبون الجماعة كتستهلك إلا كان الوقود كيشتغل عليه 10 درهم استهلكت 7 أطنان وشي حاجة 7 أطنان ونص في الشهر. كنظن بأن السيد الرئيس راه ربما عندك شي مشكلة هنا في هاد الأرتيكل هذا. لابد ما تشوف لأن ما نظنش الجماعة غتستهلك 7000 يترو 7 أطنان ونص ديال المازوت في الشهر لأن شوية كثيرة عليها. فيو الآلية اللي عندها عندها طوموبيلات عندها كاملة ما خدامين شدة سنوات. يمكن إلى السيد الرئيس ونحقه كيسير بهذا الأرتيكل يمكن كيسير به مصلحة المدينة بطريقة غير مباشرة ربما فهو أنا 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 كدوري كمستشار لابد من علمه بهذه القضية وهو راه مسؤول أنا من خالقه هو غادي يتبع هذا المشكل ويتسولوا في واحد الارتيكل اخر اللي هو بسيط على حساب لي زارتيكل اللي عندي هنا. عنديش بزاف عندي واحد 3 زارتيكل اللي كما قلت لكم راه البلديه راه ما فيها والو راه ما كاينش ما يتناقش هنا احسن ما نناقشوش وصافي ولكن احسن نصوتوا عليه بالله ونوضوا حالتنا لان ما كاين ما يتناقش لان ما كاين فلوس. مركز معايا المازوت لان فيه طايع خصك تراجعو. عندي واحد الارتيكل ديال 500,000 درهم اللي كتعطي الجمعية الأعمال الاجتماعية خصك تعطيه أكثر لأن يلا جاتهم 20 درهم بلا ما نظن الواحد في العام. كاين الناس اللي كيعطوا 250 درهم. بغيت نفهم أشنا هي إعانة المقدمين لمؤسسة عندك إعانة مقدمة للأعمال الإنسانية، ما فهمتهاش يا سيدي الرئيس. سي عبد الرحيم ما فهمتش أنا من هنا إعانة مقدمة للأعمال الإنسانية. 02 20 10 10 على 13.
هذه ما فهمتهاش. لان حتى الطريقه اللي كتحكي بها العرض ديال اسماعيل راه خصنا نخدموا التكنولوجي سي دراليس. راه كيبان لي راه كاين هذيك الماكينه راه الفوق راه كتخدم. تنظن بان راه عندنا لي زورديناتور موجودين الحمد لله، وعندنا لي تكنيسيان موجودين، وكاين خص يكون العرض عرض الكتروني مقدم باسماعيل باش نكون نفهموا كل حاجه يفهم، واللي ما فهمش حاجه يسول. مزيان خص يكون راسو صغير ويسول. انا ما فهمتش هاد الاعمال لإعانات مقدمة الأعمال الإنسانية اللي فيها 300,000 درهم. كاين شي واحد يفيدنا بهذه؟ ما كاينش. لا لا كاين المقدمة للمؤسسة الخيرية العمومية اللي كاينة. لا لا إعانات مقدمة للأعمال الإنسانية. المسنين ودار الحارة ودار بيرو. لا لا هذه داخل الخيرية العمومية. الخيرية العمومية. المهم على كل حال انا ما فهمتهاش هذه، تفهموا عليا هذه اعانات مقدمه للاعمال الانسانيه، لان فوق منها كاينه اعانات مقدمه للمؤسسات الخيريه العموميه. اذا الخيريه العموميه راه مذكوره بسميتها، علاش غنجيب تحت ونعاود ندير لها اعانه مقدمه للاعمال الانسانيه؟ ما يمكنش. السي يوسف الله يسلمك. هذيك القصور الكيماوي، هذيك ديال القصور الكيماوي، طبع انساني. شكرا سي دراليس، باش تقولوا على بينا باش نعرفوا شنو هو ما يروش، قولوا على بينا احنا علاش هذه القصور الكلاوي مزيان، هذه القصور الكلاوي نتمنى حتى واحد يوصل القصور الكلاوي وكنتمنى بها هذه الدرهم ما كانش، ولكن راه البلدية ما عندهاش ما عندهاش شي حاجة خاطئة، عفا الله هو هذا ما عندهاش تجيب. كاين إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية، إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية المهم مؤسسات الاجتماعية الخيرية، وعندنا واحد هبات ومعونات لصالح المحتاجين، معنى هذه الهبات ومعونات لصالح المحتاجين فيها 100,000 درهم، هذا الارتيكل هذا ما عرفتوش شنو هو اشنو هذا ما عرفتوش. ثم بعد ذلك كاين واحد الارتيكل 2/20/20/20/24 اللي هو شراء لوازم الرياض، ما عرفتش انا كي كتشرى هاد اللوازم ديال الرياض، باش كتشرى هاد اللوازم ديال الرياض ما فهمتوش كي كتشرى. ثم بعد ذلك كنجيو واحد الحاجه اللي هي مهمه ومهمه بزاف للمصلحه البلديه، الا وهي ماذا؟ مصاريف التكوين المستمره للمنتخبين فيها صفر، مصاريف التكوين المستمره لموظفي الجماعه فيها صفر، شراء الكتب للمكتبات فيها صفر. هذه كل المسائل هي اللي غتنمي الجماعه، هي اللي غتقدم الجماعه، هي اللي غتكون المنتخب ديال الجماعه، هي اللي يمكن هذا الاصل، هذا المشكل في كاين لا تكوين لا الموظفين، ما نضحكوش على المستشارين غير الموظفين، ما كاينش شي حاجه شي تكوين نهائي. كيفاش بقينا موظفين يسيروا البلديه ويسيروا المؤسسه ديال البلديه بحجمها اللي لا يستهانوا به؟ ما كاين تكوين، هذا راه شيء هذا ما منع حتى واحد، انا قلت لائحه وحيده اللي غياخذ كلمه عارف اش غيقول وعنده الوقت ومنظم الافكار ديالو. سيد عبد الرحيم حنا كنناقشوا المصلحه ديال المدينه ديال سالينا اللي حنا مسؤولين عليها في الدنيا ومسؤولين عليها في الاخره، حنا غنسالوا اسال الحاج الحاج انا غنعرض الحاج انا سجلتك حاجه نسجلتها خذ الكلمه قول لي عجبك ما كاينش لا يلعب ولكن اللي خذ الكلمه راه معايا ياخذ مره ثانيه صافي طفي سي بقى